السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو عندنا أخبار جديدة على منافس المنتخب الوطني المغربي على بطاقة التأهل لكأس العالم اللي هو منتخب الفهود أو الكونغو الديمقراطية، وأيضا مصطفى حجي أخيرا يرد على المغاربة خصوصا على الحملة اللي ضده على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى أننا غادي نلقاو نظرة على الوضعية الصعبة اللي أصبح فيها عبد الصمد الزلزولي مع فريقه برشلونة. وكالعادة بدون إطالة ندخلو نيشان في التفاصيل، بحيث اليوم منتخب الكونغو الديمقراطية لعب مباراة ودية مع منتخب البحرين وخسر بهدف 1-0. وطبعا هذه المباراة الودية كان الهدف دياله هو الاستعداد لمباريات السد ذهابا وايابا امام المنتخب المغربي في شهر مارس القادم. واكيد خسارة الكونغو مع البحرين لا تعكس الوجه الحقيقي للمنافس، وراه ضد المغرب غادي يوليو اسبوعه، لذلك حذاري ثم حذاري استصغار هذا المنافس. وقبل هذه المباراة مدرب الكونغو اللي هو كوبر هدر على المنتخب المغربي وقال: لدينا بعض الافكار عن المغرب، لقد شاهدت مباراته ضد منتخب مصر في كاس امم افريقيا. أضاف أيضا: المغرب كان أحد أفضل منتخبات في البطولة، لكن منتخب مصر فاز الآن. نحن نؤمن كثيرا بالعمل الذي نقوم به وسنركز على بعض التفاصيل. ثم اختتم حديثه قائلا: لن نغير أي شيء لمجرد أننا سنلعب ضد المغرب. أنا مقتنع بأن كل فريق يجب أن تكون لديه شخصية، ولن نستبدل أي شيء في مواجهة المنتخب المغربي. نحن الكونغو. يعني فاش قال هالتصريح من بعد بساعات قليلة فقط خسر ضد المنتخب البحريني. أيضا بعض الضغوطات اللي تعرض لها مصطفى حجي من الجماهير المغربية اضطر باش يخرج للإعلام باش يدافع على راسه، ودار حوار مع جريدة المنتخب واللي قال فيه أنه لم يتوصل بأي إشعار من أجل إقالته من الطاقم التقني المشرف على تدريب المنتخب الوطني المغربي، وأنا عملي أقوم به بضمير مرتاح. وتابع أيضا: لا أدخل لمواقع التواصل الاجتماعي كي أرى الأكاذيب التي تم ترويجها في حقي. أنا إنسان محترف، أحاول الاجتهاد داخل الطاقم في حدود ما يطلب مني، وأستحي حتى من الرد على الأشخاص الذين ينتقدونني. وأضاف أيضا: الرئيس فوزي القجاع وضع في ثقته، ولست سمسارا، لو علم بأني أقوم بمثل هذه الأشياء لقام هو الأول بإبعادي، لأنه يهتم كثيرا بكل التفاصيل التي تهم المنتخب المغربي. وختم تصريحاته قائلا: لحد الآن أنا مساعد للناخب الوطني، وكل ما يروج حول إبعادي أمور لا أساس لها من الصحة، إن توصلت بشيء سأخرج لأقوله للعلن، لأني شخص لم ولن يتغير، فمثل ما عرفني الجمهور المغربي سأضل. وبكل صراحة التصريح ديالو غير منطقي بتاتا، ومن وجهة نظري الشخصية وأقولها بكل صراحة، مصطفى حجي عجبه الماضة ديال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. كيف يعقل لواحد منذ أن كان الزاكي وهو مساعد فقط عمره ما بغى أو يفكر يطور من نفسه ويدرب شي فريق في البطولة الوطنية، ولكن داك الراتب ما غاديش يلقاه كمدرب في البطولة المغربية، لذلك بوت نبت في المنتخب المغربي. أما فيما يخص عبد الصمد الزلزولي فالقضية عنده غادي تكون صعيبة بزاف على مستوى حضوره كأساسي في تشكيلة البلاوغرانا، والسبب بسيط وهو أن برشلونة قامت ببعض الانتدابات في سوق الانتقالات الشتويه على راسها ادم تراوري اللي جاء على سبيل الاعاره من فريق ويلفرهامبتون، وايضا بير اميريك اوباميونغ اللي رسميا حتى هو انتقل لبرشلونه، بل فعليا بدا معهم التدريبات اللي كانت اليوم. وقبلهم ايضا كانت حتى واحد الصفقه ديال اللاعب فيران توريس اللي بصم على مستويات جيده في اولى مبارياته مع البارسا. اذا قولا واحدا خط الهجوم اصبح مكتظ باللاعبين، عاد زيد عليهم ديمبيلي وانسو فاتي، الامور اصبحت معقده واكثر صعوبه بالنسبه لعبد الصمد الزلزولي اللي غادي يلقى منافسه شرسه. ونختموا الفيديو بخبر جميل جدا، وهو الحارس ياسين بونو خدا افضل لاعب افريقي لمرحله الذهاب في بطوله الدوري الاسباني لا ليغا، اللهم بارك وزيد في ذلك. وختاما كيبقى رأي ديالكم كالعاده، كان معكم اسلام في امان الله ومع السلامه.